الخير. لو انتوا شلة او عيلة وحابين تغيروا جو في رمضان، انا هقول لكم تعملوا ايه. اتجمعوا قبل العصر عشان تلحقوا تصلوا في مسجد الحسين، خصوصا انه بقى حلو جدا بعد التجديدات الاخيره. ولو عايزين تفطروا في مكان رايق وفي اجواء رمضان وتتبسطوا، يبقى لازم تروحوا صاحب السعيد. المطعم ده في اندور واوت دور، وانتوا قاعدين هتشوفوا منطقه الحسين كلها بجمالها واصالتها. هتعيشوا اجواء رمضان لان في تنوره وتخت شرقي وحاجات كتير هتبسطوا. خلصتوا عادتكم وعايزين تتمشوا، يبقى عليكم وعلى سكه الابوة. سكه الابوة مكان مبهج جدا في خان الخليلي، كله فوانيس وألوان وإضاءة، يعني أجواء حلوة للتصوير، خصوصاً إن كل الحاجات اللي هتشوفوها معمولة يدوي في مصر. استنوني هقول لكم على أماكن تانية تخرجوا فيها وهتكون رخيصة وحلوة.